Bonjour tout le monde, كيما وعدتكم قلت لكم ندير لكم لي ميني كيكس و سيترون. لي ميني كيكس تاعي ماسكيتهم بلا كريم شانتي على فاني، وعندي لو بيسكوي على فاني، وعندي لا كريم باتيسير و سيترون. وهنا سي لو غلاساج و سيترون، هنا سي لا كريم و سيترون لي نغلاسي بيها توجور لي غاتو تاعي و لا ديكوراسيون. كل واحد يتفنن كيما يحب. الوغ دوك هنا نخليكم تشوفوا الطريقه كيفاش خدمت لي ميني كيكس تاعي و سيترون، وان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم. ولا جربتوهم ابعثوا لي تعليقات في لي كومونتير. فوالا هنا نوجدوا لو بيسكوي على فاني. هنا عندي ربع حبات بيض سيباريت لي بلون مع لي جون. عندي 70 غرام سكر، عندي لا فاني، وعندي زاز دو سيترون. هنا عندي الزيت، الزيت 40 غرام، عندي فارينا 50 غرام، وعندي اون بون كويير كافي تاع لا لوفور شيميكا. نطلع البياض البيض تاعي، نطلعو شويه رغوه، من بعد نحط له السكر على زوج خطرات. هنا نتحصلوا على لا ميرينغ. هنا ناخذ شويه من لا ميرينغ تاعي نخلطها مع الصفار. ونحط على زوج خطرات ونخلط من تحت لفوق. نحط الزيت، نحطو اون فيلي ونقعد نخلطها. هنا الفرينه نحط لها من غرفة تاع قهوة تكون بيان معمرة تاع لا ليفيور شيميك. هنا الفرينه لازم نصيروها ونخلط. هنا نحط لو زاست مع لافاني. انا نستعمل لا ماريز باش نعرف بلي الفرينه تخلطت مليحه. فوالا لو ميلونج تاعنا راه واجد. نجيب لو بلاطو، نحط لو ميلونج. الفوق تاعي راني شعلته على 180 درجه مئويه. البسكوي دائما الفوق تاعكم لازم يكون سخون قبل ما تدخلوا لو بلاطو تاعكم باش ما يطولش في الفوق، و لو بيسكوي ديالكم باش ما يجيكمش ناشف. الوغ نيتالي انا غير نشوف لي كوتي خدات حميره واش ندير. نحبط البلاطو تاعي لتحت ونشعلو من الفوق. فوالا البسكوي تاعنا دوك نديرو في الفوق. الوغ هنا لي بسكوي خليتو بيان يتحمر، بيان سيغ نخليو حتى يبرد باش نقطع بلومبورت بياس. شوفو المونتاج تاعي نحب نديرو بلي مولا باش يجيني بيان لو كاطو متحوف. الوغ هنايا نقطع، هنا لو مول تاعي لو ديامتر 10 سنتيمتر. نقطع لي بياس première pièce. Bien sûr, quand on a une commande de mini cakes, une quantité كبيره, bien sûr, لازم ندوبلي البسكويا. Alors, شوفوا انا المونتاج راح نديرو في المول اللي يكون لو ديامتر تاعو 10 سنتيمتر، ولا بياس كي نقطعها نقطعها بالمول لو ديامتر تاعها يكون 9 سنتيمتر. هنا باش نوجدو لا كريم باتيسيير و سيترون. دابور نوجد لا كريم باتيسيير. لا كريم باتيسيير هنا في الكاسرونه عندي نص لتر حليب، عندي 125 غرام سكر، وعندي 50 غرام تاع مايزينا. نحطو كلش بارد في بارد. نحط السكر، مايزينا،
نحرك كل جبال في بارد. هكذا الكاسرونة نحطها فوق النار ونقعد نحرك بلا ما نحبس، على النار تكون متوسطة ما ديروهاش قوية باش المايزينة تاعكم ما تحرقش، ونقعد نحرك بلا ما نحبس. كي نشوف لا كريم باتيسير تاعي عقدت، نزيد نخليها فوق النار دقيقة حتى لزوج دقايق وانا نحرك باش لا مايزينة تاعنا طيبة. فوالا لا كريم باتيسير راهي وجدت، نهويها شوية. هنا نحط لافانيا، نديرها في ما ليمونتير او كونتاكت ونديرها فريجيدير باش تبرد لي. ودوكا ندوزو نوجدو لا كريم او سيترون. الوغ هنا لا كريم او سيترون في الكاسرونة، عندي جو دو سيترون، عندي 180 غرام تاع جو دو سيترون، عندي 100 غرام تاع لا مارغارين. دوك هنا الكاسرونة تاعي نحطها فوق النار، هنا جو دو سيترون تاعي لازم يسخن شوية، نخليه غير يسخن شوية. وهنايا في الريسيبيون عندي ربع حبات بيض، بيض تاعي كبيرة، نزيدلو 200 غرام سكر، نخلط غير شويه. فوالا شوفو جو دو سيترون تاعي سخن، هكذا نحطو فيلي ونخلط باش البيض تاعي ما يطيبش. ونعاود نرد كلش في الكاسرونه. هنا الكاسرونه تاعي نعاود نردها فوق النار، النار ما تكونش قويه. خدمت معكم ديجا لا كريم او سيترون، في صندوق الوصف نحط لكم لو ليان تاع لا كريم او سيترون، كيفاش عقدت لي لا كريم او سيترون. تقعدي تحركي حتى تشوفيها ولات شويه ثقيله، هنا طفي عليها وكي تبرد تعقد مليحه. الوغ ديريكتومون نحطها فوق النار ونقعد نحرك، ما لازمش تحبسو، غادي غير تحركي ما تحبسيش، سينو لا كريم او سيترون تاعك تحرق لك. فوالا شوفو لا كريم او سيترون، تقعدو تحركو حتى تتحصلو على لا كريم اون ديري لا كريم اونغلاز. شوفو تجي خفيفه بصح كي تبرد تعقد مليح. دوك هكذا نهويها شويه ونديرها في ماليمونتير او كونتاكت باش ما ديليش لا كروت، وندير لا كريم او سيترون تاعي فريجيدير باش تبرد لي تما. الوغ هنا لا كريم باتيسيير شوفو هي تشد روحها. دوك هنا نحطها في لا كوب دو بيتراف، هنا نخليها تضرب شويه تاع تطلق روحها. شوفو هنا لا كريم او سيترون. وهنايا هنا درتي لا كريم شانتيي، لا كريم شانتيي درت لا بودر دو شانتيي، درت 150 غرام تاع لا بودر دو شانتيي، زدت لها 200 مليلتر تاع الماء. دائما قبل ما تضربيها بالباتور لازم تخلطي مليح لا بودر مع الماء، ومن بعد لا كريم شونتي تاعي نطلعها بالباتور ولا بالبيترا نديرها في لابوش هادوك. شوفوا كيفاش تولي لا كريم باتيسير تطلق روحها. دوك هنا نزيد لها لا كريم او سيترون، المغرفه الاولى، المغرفه الثانيه، المغرفه الثالثه، مغرفة الرابعة، نزيد حتى الخامسة. فوالا وهذا نخليه لكلاصاج. فوالا نحصلو على لا كريم باتيسيير او سيترون. دوك هكذا نديرها في لابوش هادويا. الوغ هنا لو مول باش ندير لو مونتاج، دايما نديرو ان كارطون من التحت. عندي لو مول، عندي البسكوي. انا شوفو دوك نوريكم موديل واحد ولا سويت نكملها وحديا. لا كريم شونتيي، وعندي لا كريم باتيسيير او سيترون، وعندي لو سيرو ا 30. لو سيرو ا 30 كاع تعرفو، كاس سكر زوج كيسان تاع ما غير يبدا يغلي حسبولو 10 دقائق وطفو عليه. الوغ نبدا نحط البرومي بسكوي، نحطو هنا في الوسط، لازم يكون عندي الفيد. انا لو غاتو تاعي كي نماسكيه نماسكيه داخل لو مولا. نبدا بلا كريم شونتيي، ندير غير في لو تور. فوالا لو
le sirop. نشرب البسكوي تاعي. هنا نحط لا كريم باتيسير و سيترون. ديرو غير في الوسط، ما تلحقوش الليمون تاعكم. بسم الله. فوالا نحط الدوزيام بسكوي. ندير لو سيرو. La crème chantilly flicotée. Pour la crème pâtissière au citron. Voilà. On a le troisième biscuit. On a à peine, barca. On a le sirop. نكمل بلا كريم شانتيي. دوك هكذا نكملهم كامل في المول. فهمتوا انا لو مونتاج تاعي نديرو في المول، لو غاتو يكون ماسكي داخل المول. كيما نتوما اللي ما عندوش لو مول كيما قلت لكم، اللي ما عندوش لو مول كيما انا، واش يدير؟ يحط بياسه فوق بياسه ويكمل يدير لو مونتاج تاعو، ومن بعد يماسكي لو غاتو تاعو. بصح قبل ما تماسكي الغاتو تاعك بلا كريم شانتيي، دخلي قبل لو غاتو تاعك كي درتي الطبقات تاعك، دخليها الفريجيدير، خليها تريح واحد الساعه هكذاك. ابخي اون اور جبدي هذاك المونتاج ديالك، ماسكي لو غاتو تاعك بلا كريم شانتيي، عاودي دخليها واحد ربع ساعه لا كريم شانتيي تشد روحها، من بعد ديري لو كلاصاج. الوغ دوك نكملهم كامل هكذا ونديرهم في الفريجيدار، نخليهم واحد ساعه هكذاك يشدوا بيان وحتيهم. ومن بعد تشوفوا معايا كي نديمولي لو مول ونجوزو نديرو لو كلاصاج او سيترون وتقعدنا لا ديكوراسيون. فوالا هذه هي الطريقه تاعي اللي نخدم لي ميني كيكس كي نديرهم او فروي ولا او سيترون. لو مونتاج تاعي دائما يكون في لو مول. ديرو شانيمو. شوفو لي ما عندهاش شانيمو تخرجي لو غاتو تاعك من فريجيدار، لي ميني كيكس تاعك تخرجيهم في فريجيدار، تخليهم تمبيراتور امبيونت، لو غاتو يطلق شويه روحو فاسيلمون تجبدو لو مول تاعكم. سينو لي عندها شانيمو دير كيما انا، جوز لو كاع شانيمو فوالا. بسم الله ونديمولي لو مول ديالي. بسم الله. الوغ هنا لا كريم او سيترون درتها في لو با ماري. شوفو تاع تطلق روحها. هنا نصفيوها باش لو كلاصاج يجيني نتا. وشو هنا ردو بالكم لو كلاصاج مالازمش يكون بزاف سخون، لازم يكون شويه تياد. نخلي شويه يولي تياد، بصح يقعد توجور خفيفه، مالازمش يولي تقيل.